الآن. راريسا، بخطوات رشيقة واثقة بدأت مشوارها العملي كعارضة أزياء، استطاعت أن تحقق شهرة كبيرة لتدخل بعدها عالم الإعلانات، وكما كانت عروض الأزياء بوابتها في دخول عالم إعلانات التلفزيون، كان الرقص الذي أجادته بوابتها لدخول عالم السينما والمشاركة في عدة أفلام من خلال رقصاتها قبل أن تصبح ممثلة تخطف أنظار صناع بوليود الذين صنعوا منها نجمة جديدة من نجمات بوليود سناء خان. سناء خان من مواليد عام 88 في مومباي، ظهرت لأول مرة على شاشة السينما عام 2005 من خلال فيلم ياهي هاي هاي سوشايتي، ثم ظهرت كضيفة شرف في مجموعة من الأفلام في عامي 2006 و2007 قبل أن تبدأ انطلاقاتها السينمائية على شاشة بوليود في العديد من الأفلام.